فيها اللسان ديالك قرعه تخضى فيها اليوم. انا قست ولدي ولدي دراكي ها هو ها هو ولدي دراكي ها هو ولدي كان عمره 23 عام ودابا هذه 50 باش قتلو باش تقتل ولدي. كان نهار الجمعه كان بيرمانونس ونهار السبت خرج مشى يتفرج في الكره وهما يتعرضوا ليه وضربوه للراس. ودابا كنطلب انا الكاميرات وديك الشرطه العلميه اللي حيدات لولدي الطفران ديالو بغيتهم باش يجيبوا لي داك النتيجه ديال الطفران ديال ولدي. ما يمكنش يحيدوا ليه الطفران ديالو ويديوهم بلا نتيجه. عطوني بحال التشريح اللي داروا ليه مات معنف. هو قالوا ليه مالين السبيطار مات معنف وعندي التشريح ديالو ودرت ليه العربيه درت ترجمه. ودابا راه حنا عند قضيه التحقيق وانا عارفه ولاد دوك هذاك السيد اللي دار لي العصابه لولدي. المحكمه راه حنا عند قضيه التحقيق الحمد لله. دخلوه للحفظ وجبدناه من الحفظ ودرنا الطلب وجبدناه من الحفظ. دابا راه حنا عند قضيه التحقيق. الله يخرج الخير. مازال ولدي ما عنديش المجددات عند الاستاذه. ما يمكنليش نجيب شي حاجه اللي ماشي من حقي. معلوم معلوم ماشي بنادم يكبر الولد ويكبر ويقري وفي الاخر تيتوظف ويجي واحد بنادم يقتلو. علاش السيبه هذه؟ ماشي السيبه. انا كان وجه المسؤولين السي محمد النباوي وكنطلب المسؤولين السي محمد حرامو جنرال ديال الجدربيه بغيتهم يوقفوا معايا. وبغيت الحموشي انا مزوق فيه يطلع على هذا الملف. انا بغيته يقلب على هذا الملف هذا باش يشوف شنو هذا الشيء كاين شنو كاين فيه.